وأيضا مكملين معاكم في الرياض، حيث نشرت صحيفة أخبار على حسابها في تويتر انطلاق مؤتمر إكس بي مساء أمس لمستقبل الموسيقى 2022، والذي يقام في حي جاكس بالرياض في الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر بتنظيم الشركة السعودية للموسيقى والترفيه الميدل بيست. والهدف من ذلك هو تعزيز المشهد الموسيقي والفني في السعودية والمنطقة. Meeting as the avatar, he bought the suit. So when we were on Zoom call, he was actually in his team.